يا حبيبي.
أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها المستاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الوالي برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه خلق الخلق لهكمه تعالى مجوعه وشانه خلق الخلق لهكمه وتوى عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمه فأرسل إلى أشرف خلقه وأجل عبيده رحمه تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أثر شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي نغرم بالمنان وما أعظم هذا القدر الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل المحبوب فتعطر بوجودها أكناف الوجود وترد كل العوالم بتراد التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سيدي يا Say.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق بعلم القدس الواسع، تجلى انقضى بانتصار فضله بالقريب والساسع. فله الحمد الذي لا تنحصر وقت أبراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتصرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره بالأقوال. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالى، جل من صرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى بالحسن على مقام وتناهى بمجده وتعالى. لاحظته العيون مجدله بصرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علم من قد رعته رفعة في سونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويهار بتأمل إيمانه الجنان، انتظر منه بعلم البطون والزهور ما ملع الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم، بصرنا يدو بذكر الحكيم ببصارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رحيم. فمن باجت هذه البصارة وتلقاها بقلب سليم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. الكمال وقام بعك الربوبية في مواتن
خدمة لله واقبض عليه غاية الإقبال. ويطلب بها بعناية الله بإسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتكوا صحوة المجد بقربه وتقيه إلى أشرف نسله بوده وحبه. ما أدرك صلوا عليه صلاة
Yeah.
المقصد المكان المستقر وفي الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة التابة في علم سهلة بشرتنا كالبشر ونور الحي الأكبر الظهور وبار وتعلم لي وترك من أهل الحروب بأيك وفي يدك القاسم أولد من عذاب ذلك النور معروف وإن كانت الرسول تكبشر بشر بأوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلمين بهذا النور المبين وإلا فأنا نورم الأقلام أمس أول خير الأنام ولكن أنساني لا تدمني ما عبث من شر أشرك المخلوقين وما أكرمه الله في مولدي من الفضل الذي عم العالمين وبقيت راية في القول منسورة ألما للأيام والسهول والسنين يا تعرف بها القدرة الكريمة ولا يتسوى إلى سماع أوصافها العدل والسامع ولا الله يرفع بذلك للمسامع فيدخلني في شفاعة يا شافع ويدروا على نظر إذا كتعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك I'm
به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الخاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين ولهدك وهكه من المعدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أدمعا برحمتك الخاصة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, izin kita mulai dan mari kita simak bersama tabligh akbar pada malam hari ini. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hari kita meninggalkan suasana seperti ini yang dirasakan oleh anak cucu. Malam ini hadir Kakan Depak Pak Ishak, Ketua Majelis Ulama Al-Mukarram Kiai Jazbul Umri, tahfiz yang kita bangun di setiap desa. Dan mudah-mudahan di masjid dan di rumah tahfiz itu mau anak-anak kita tolong dibantu kepala desa dan camat yang akan menghidupkan rumah-rumah tahfiz maupun masjid maupun musola. Bapak Ibu semua, ketika kapanpun ibu melakukan sesuatu, lebih-lebih beribadah, ketika sholat lima waktu, lebih-lebih terbangun sholat tengah malam, kami titip doa, doakan tanah bumbu Bapak Ibu, doakan kita semua, doakan anak cucu kita. Dan saya tolong Bapak Ibu dorong dan dukung anak-anak kita yang sekarang masih SD maupun yang mereka kuliah atau sekolah di pesantren. Bersama, semoga zuriat Nabi Muhammad